بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء من حسن ظنه بالله. ما معنى حسن ظنه بالله؟ ليس كما يفهم بادي الرأي أن الله رحيم وتقف، هذا لا يكفي. حسن الظن بالله أولا أن تعلم أن الله يقدر، ثم تعلم أن الله يرحم، لكن في الأول لا بد أن تعلم أن الله يقدر، وإلا وأنت في حال بلاء حتى من يراك من بني آدم يرحمك، فليس الحال بينك وبينه أنه لا يرحمك، لكنه لا يقدر على نصرتك، لا يقدر على أن يرفع بلاءك. فحسن الظن بالله مفتاحه أن تعلم أن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى تكون هذه الحقيقة في القلب راسخة. هذا ما يقرأ في كتب، ولا يدرس في كليات، ولا يعطى في محاضرات، هذا من القرآن. ربنا يا ربنا.